السلام عليكم اصدقائي، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد وتحدي ناري مع عبدو 2XD. رحبوا في، اهلا وسهلا فيك عبدو. والله والله شكرا شكرا لكل الجماهير اللي عماله تسقف. شكرا شكرا يا جدع، خليه بطل تسقيف خلاص. وانا وحش قوي كده. يلا انا راح نطمل يا جماعه. اليوم تحدي التشكيله العشوائيه. مثل ما شايفين هون احنا عندنا لاعبين كتير، مثل ما بتعرفوا ببيز فاتحين باكجات كتير، فراح نضيف من هدول اللاعبين. هون 7 لاعبين، هو عبده ما راح يكون يشوف هدول اللاعبين وراح يختار لاعب منهم. انا راح اربطهم قدامكم قبل ما يختار، وهو راح يختار لاعب ويختار مركز. مثلا ممكن يقول لي ميسي حارس، او هو راح يقول لي مثلا رقم 3 حارس، فممكن يجي ميسي حارس او كذا. وانا هلا راح اخربطهم قبل ما نبلش، وعبده نفس الشيء، انا بختار له وهو بيختار لي، وبعدين راح نلعب ماتش بالتشكيله راح تكون عشوائيه بامتياز. صح عبده ولا لا؟ سيتم مجلدك اليوم. بما انك ضيف عندي فما راح ارد عليك بنفس اللهجه، ولكن ممكن تخسر ورجعك على مصر خسران. كم لايك راح نوصل هذا الفيديو يا عبده؟ والله بما ان احنا بنعمل افكار اسطوريه جدا اول مره تحصل في تاريخ بيس، اسهل حاجه 40,000 لايك، ولو ما وصلتش فخلاص دي اخر فيديو اعمله مع اسماء. لا لازم توصلوا 40,000 لايك لحتى نكمل التحديات الاسطوريه، وايضا راح يكون في فكره مشابهه على قناه عبده، راح يكون كمان تحدي اسطوري، فالرابط بالوصف، روحوا ما تقصروا معه. وخلينا نبلش بما انك ضيف، يلا ابدا انت يا رب. من 1 لـ7 حط لي في مركز الجناح الشمال الرقم 5. رقم 5 من نبلش عد من اليسار. 1 2 3 4 5. لا مين شايف انت؟ شايف مين؟ يو مستحيل مين؟ الحارس الوحيد اوليفر كان جنى. طيب يلا انا حختار رقم 4 حارس مرمى. اي اوليفر كان تم الجلد. لا لا حلو، قولوا والله قولوا ما بصير. لا 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 مستحيل، والله ما غيرت حاجه، ممنوع التغيير. اي لاعب طلع حط بدله اي لاعب عندك في مركز الظهير اليمين غير اللاعب رقم 1. حلو حلو حلو، سيرجيو راموس بيلعب يمين. والله فكرته كريستيانو. يخزنني، راح اختار رقم 2 قلب هجوم. يا حرام يا حرام، خدت لي ميسي قلب هجوم يا جدع، حرام. كان المفروض يوقف جناح يمين يا جدع، المفروض يوقف جناح يمين. لا ما احلاني رتب لك الخطه مثل ما في مركز جناح اليمين لاعب رقم 7. حلو، ميسي ميسي جد. والله ميسي، شكرا لانك حطيت ميسي بمكانه الصح، وانت اصلا كان اعتراضك على هذا الشيء، انت بدك ميسي بمكانه الصح. حاختار رقم 1 قلب دفاع. لا يا جدع ليه مالضيني؟ لا يا اخي ليش هيك حصهات؟ حرام يا جدع مالضيني، يعني المفروض يوقف. والله حيجلدني يا شباب. عبدو بلا ما نلعب هاي المباراة، خليها بس هيك درافت. في حراسة المرمى. حلو. لو جبت لك الحارس اللي عندك، انت حاطط حارس كمان دلوقتي؟ ما دخلك، شو لسه تعال اسالني كمان. في حراسة المرمى حط لي اللاعب رقم 6. انا قعدت افكر فيها كتير، اكيد مش هيكون الحارس يعني. اقسم بالله انت قاعد عم تعمل جرائم بحقي. كمين؟ لا 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 مين؟ لا لا مين؟ كيليان امبابي. معلش ثواني، في عدي بيخبط معي. ماشي بس ما توقف. حاليا بقلب الدفاع رقم 1، قلب الدفاع الثاني. يعني اول مره ما تحطيش واحد مين؟ يعني ديفيد بيكهام بس ممكن. بس بيلعب يعني. اوكي في انت عندك كم مركز؟ اوكي في راس الحربه، في راس الحربه مش هختار لك كريستيانو. في راس الحربه انا عارف ان عندك كريستيانو. حلو بس مش هختار. يلا في راس الحربه هتختار رقم 1. حلو كريستيانو. أنسو فاتي. هختار لك رقم 6 باك شمال. يا نهار ابيض، امتى تتوقع مين؟ تتوقع مين؟ كارلوس. عن جد؟ لا ثواني غلط. شو غلط؟ 6 كان لا. حلو سيوف اعتقد كمان. حلو حلو يمشي. لا اوكي في قلب الدفاع بقى المركز الحساس. الله يستر الله يستر. لا يا عبدو يا عبد الرحمن رقم 4 ديفيس. يلا منيح
في مركز الـ RWF عندك لازم يكون رقم 7 جاهز. لسه جايبه دلوقتي. يلا الفونسو ديفيز. انت اصلا روح قلبك تلعب ديفيز هجوم. يلا حطه قلب الدفاع. حط لي اللاعب رقم 6 يا ظالم. لك يوم رب العالمين. مين كريستيانو؟ دي بروين. 6 يلعب يلعب. اختار بجناح الشمال رقم 7. كل شوية 7 ليش؟ شو هيك؟ يلا يلا تزبط معي مرة. حلوة. يلا بيمشي حاله. حلو. حلو ده بالنسبة لي، ده مش بالنسبة. كيف خط النص؟ حط لي اللاعب رقم 4. كيميتش. خط وسط اي ام اف. اختار اللاعب رقم 3. روبرتو كارلوس. بس انا ما عنديش اي ام اف. عزك انت هلا تشكيلتك المفضلة بس برضو. ما عنديش اي ام اف. كارلوس وديفيز هجوم. طلع في الظهير الشمال اللاعب رقم 7 فالفيردي. يلا يلا حلو. حلو والله بيلعب. يلا والله بيلعب 87. يلا معلومة جديدة. هاختر لك خط وسط على اليمين رقم اللي ما اخترت. 1 2 3 4 5. رقم 5 ما اخترت. ديونج. ليه؟ لا والله عملت لك تشكيلة احلى من تشكيلة الاحلام طبعا. رقم 7. يلا خط وسط اي ام اف. سون. الار بي اختاروا رقم 1. اخ باتريك فيرا. حلو اخيرا عملت لك مشكله بالتشكيل. قلت لي الرقم 1. يا واطي مين؟ كلهم خط وسط الا اخترت فاران. حطيت لي يا سي ام اف يخرب بيته. 1 برونو فرنانديز. يا الله على تشكيلته. اقول انا الفونسو ديفيز. ميسي روماريو روبرتو كارلوس برونو ديونج فيرا بيكام مالديني نيدفيد اوليفر. كان الوحيد الصراحه اللي ما تحسش ممكن يلعب اللي هو بيكام. الباقي كله ممكن يلعب. حراسة المرمى. حراسة المرمى امبابي. على اليمين راموس. قلب الدفاع ديفيس دي بروين. على اليسار فالفيردي. خط الوسط سون كيميتش فاران. خط الهجوم ميسي انسو فاتي. وعلى اليسار اوليفر كان. يا جماعة مثل ما شايفين حاليا احنا راح نبلش الماتش، بس راح نفرجيكم انه ما راح نفوت على التشكيل ابدا ولا تعليمات ولا تغيير مركز ولا اي شيء. شايفين بعد لدعوة حاليا لعبده راح نفوت نلعب وحطينا التبديلات 0. نعم اصدقائي عدنا اليكم بتحدي جديد من حديد. نار يا حبيبي نار. اسماعيلينو ضد العبد 77 الذي يتألق فيكم اسطورة. الله اهلا الله. وسهلا بك الى جحيم الاوليفر كان. اوليفر كان خليك هناك على اليسار، لا تتدخل باي شيء. هلا اوليفر كان ترجع الدفاع. اهلا وسهلا. ميس 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 ميسي. بداية سريعة. اوي سون. يا الله صار لي زمان ما لعبت بيس. تعال ادخل معاه سباق بسرعة. تعال. اوه ديفيس. تعال ادخل معاه سباق بسرعة. والله ديفيس ما طبيعي. تعال ادخل معاه سباق بسرعة. اوه مركز شيت لديفيس. يلا روح باك شمال فالفيردي امام ديفيس. تعال. الجناح اليمين. تعال. شوف فالفيردي والله طلع بيلعب فاك. يا حكا. يا ظالم. اوليفر كان حلو. وحده استير حكم احمد. يعني دي تتحسب ولا قبلها ما تتحسبش؟ طلع. يا حكم. خفاتي. تمريره جميله. الله ميسي. يا هي كره يا ميسي اللي يلعبها الفونسو. راح اللي هو وحش. الله يا فالفيردي والله ماسك لي الدفاع. فالفيردي لك كفو. خش خش. لا دي بروين يا قلب الدفاع. يا دي بروين يا قلب الدفاع. يا دي بروين الله عليك. ما عامل ايه والله؟ رفوض اشوط وخلاص. وانا خايف من امبابي. اوليفر كان. لا يا جماعه كل لاعب في غير مكان. يوروبا هذا عبي يشوط على الشبكه بس. اوي امبابي. يلا ميسي بمكانه. ميسي هو املي الوحيد. ليو با يا الله. روح بالفريق عندي جرينتا. يا دي بروين يا اخي قلب دفاع صار لك 20 سنه ما بتعرف توطع كره من ميسي. هو برونو. لا انا مفكر معي اوليفر كام بالحراسه عم حركه لامبابي. ايش عارف اشوط على الشبكه قاعد. تعال فالفيردي قلبي. لا باك شمال على طراز رفيع. فالفيردي يا عيني يا وحش.
يا عيني وحش فران صار على الألعاب يلعب كرة كرة عنده أوليفر كان وكان يا مكان لاعب اسمه عبدو ترجع كرة ميسي فاتي ميسي ليو 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 جولاسو جول 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 تعليقك يا عبدو حلو 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 السلام عليكم يلا يلا حلو 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 يلا كبدايه حلو اهم شيء انه اوليفر كان بلش الهجمه اهم شيء ليش ما بترك لي عادل المشاهدين ان شاء الله عايز اسيبه طيب ماشي انا ماشي اوليفر كان تعال يا وحش يا اوليفر كان يا فران يا وحش اوليفر كان يلا سجل في مرمى عبده سجل في مرمى عبده الله لا ميسي والله مررت له ميسي طيره دي بروين قلب الدفاع دي بروين عمري يا دي بروين انا مش عارف اشوط المرجله الله يا دي بروين لا يا لا 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 امبابي كيليان امبابي ازاي امبابي ازاي صدها اوكي كيليان امبابي مش فاهم انا يعني تربته ده وشط شوف الله عليك الله عليك يا كيليان غريبه هو لا لا كيليان ابلع 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 من روماريو البرازيلي دي جونيور ابلع امباب انا زعلان على شغله واحده انه كيليان امبابي انا كنت واثق فيه انه يشيلها يا اعلى واي واحد في التاريخ اي واحد في التاريخ مش هيسجلها في التاريخ يا حبيبي روماريو ايمت كان يسجل براسه يا اخي من دلوقتي بدا يصنع التاريخ معاي شوف اخ يا ميسي حتى عادل لا والله فالفيردي يا اوكي لا تعال امباب لا امبابي يا اسات هو وحش يا وحش يا امبابي يا امبابي ارجع امبابي وحش يا امبابي ازاي 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 فرع لحاله عم يلعبوا بغير مركز ولكن عم يتعال فرع يا وحش يا فرع خليك ورا يا فرع لا لا فيرا ولا لا فيرا ولا قاعد يا برافو باكشي مالو راح اوليفر كامل هناك بشد من كرة حكا واي كرة صعبة جيبه ما يتمسخر علينا اوليفر كامل حلو ركي لا عرضياتك شاد كراتك شاد اوليفر كامل يلا اوكي والله الصراحة جرينتا بجد يعني فالفيردي يا جدع الفونسو ديفيز الثنائيات عمالين يعملوا ثنائيه يلا شوط ثاني من النار يا جماعه ولا يا راح تفرق حاليا بالشوط الثاني لانه ما في تبديلات يا الله ليه يلا 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 روح ليومين ليه مش عارف بس حلو عاد لمكانه الاصلي راموس ميسي يا وحش يا ميسي انت يا فاتي وين رجعني يا فاتي اعطيني الإعادة هذه كرة هذا مرور هذا تمرير هذا اوليفر كان يا مكان لاعب بيس اسمه عبدو باي باي روح اترك بيس وافتح لك دكان اي كرة يا اوليفر يلا الله يسترنا من ردة فعل عبدو يا جماعة عبدو عصب لا دي بروين قلب الدفاع ارجع كرة ديفيز ماشي كرة كيميتش حط كرة ميسي فكر ميسي روح راموس شد بكرة راموس حط كرة اوليفر كان هو فرح روح ميسي روح شوت جول لا يلا الله بعيدة يا والله حرام ما بيشوتوش على الشبكة هكذا بعيدة ما حلو روح يا وحش يا فاتي مرورك يا فاتي سريع لعيب يا فاتي لا حيوان يا فاتي سون روح يا كميت لا يا فاتي لا حول ولا قوة إلا بالله برافو فران
تعال باران حط كورة. والله الفريق انت بجد يا جدع. اوليفر كان الله لك عب السنين يا اوليفر كان. والله جرينتا الفريق بتاعه جرينتا بجد بلعبش بال اي يعني هو 11 راجل في الملعب بجد. لك لك لا اوعى 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 يا والله حتى لعبت واقفة مع جرينتا ازاي يا الله يا الله يا رب. شير يا قلب الدفاع اعطيته اشارة الكابتن لحتى يكون قلب دفاع. والله لا انا اعطيته اياها ولا بعرفه هو اللي اجت لحال. تعال يا دي بروين. لا 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 لازم نفوز لازم لا لازم نفوز لازم نفوز يا كمي يا شيلوها يا امبابي. لا ما في شعر تساوي امبابي. لا بس انت امبابي بتاعك ده جدع والله. يا اخي والله عم شو لك بدي شو طبعا اقول بمرر عم اقول بس شوف امبابي. لا روح يا جدع والله لعبتي واقفه ليه جرينتا مش عندي ليه فين الجرينتا بتاعته ده. روح يلا يلا ميسي ميسي اوليفر كان لحاله يا ميسي اوليفر كان لحاله يا ميسي لازم نعطيها هو جزء من الفريق. الله يلا حكم يا ابن وحش ما فيها شيء حلو. واحد اثنين الثالثة وين ميسي راح ما فيها كسر ما فيها ما فيها زحطه ما فيها تكسره. ميسي 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 شد حالك يا ميسي. جرينتا جرينتا بدأت تبدأ جرينتا بابا ولا لا راموس نزل الكرة هناك في لعيه اليسرى وفاتي ولا لا اوليفر كان بابا بابا. يا حكم يا حكم يا حكم يا حكم يا حكم حارس هذا فين يستخدم ايده عادي اوليفر كان يا جدع اوليفر كان واقف جنب فيرا مش عارف مش فيرا مش عارف يعمل له حاجة. ايه ده ايه ده وحش يا باران وحش يا باران وراعت الكرة وفاتي اوليفر كان يصنعها اوليفر كان وفاتي 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 يا الهي. الله عليك يا اوليفر كان واحد اسيست واحد جول. شوف غلطة حياتك انك تحطها ال W شوف لك تكسره مو واي فاتي واي فاتي واي فاتي وجول جول 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 آه. الله يستر يلا رجعوا دفاع كلياتكم رجعوا كلياتكم دفاع رجعوا كلياتكم دفاع اوه اوه لا لا يا وحش شيل حكم ما فيها شيء. برافو حكم برافو حكم شكرا يا حكم 50000 دولار راح توصلك. برافو اوليفر كان صانع العاب الحكم ده آه. والله كسرتني اخ يا اوليفر كان اخ يا اوليفر كان شوف التمرين والله انت كسرتني جاوتش اوليفر كان اخر كره اخر كره اخر كره شيلها يا ديفيز شيلها يا ديفيز وبرافو وين بابي وين بابي. لا لا, لا. تعليقك بسرعه بسرعه يلا خلينا نختم الفيديو اعطيني تعليقك بسرعه شو رايك بهذا اوليفر كان علمي لا تعليق. حلو لهون بيكون خلص الفيديو يا جماعه شكرا لكم على المتابعه ولا تنسوا تشوفوا المقطع عند عبدو. السلام عليكم كان معكم اسماعيل وي عبدو يلا باي باي شكرا عبدو.